السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج المنصة. هذا الأسبوع سنتناول ملف جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. هؤلاء الجرحى سواء المتواجدين في الداخل أو الخارج، ما أبرز أوجه المعاناة التي يواجهونها؟ وما سبب تأخر إيجاد آلية شاملة لعلاج جرحى الجيش والمقاومة حتى الآن؟ وعلى أي أساس يتم تقديم المنح العلاجية لبعض الحالات؟ ومن يتحمل مسؤولية الإهمال الذي يواجهه الجرحى في الداخل والخارج؟ وكيف يؤثر الإهمال الذي يتعرض له الجرحى على معنويات زملائهم الذين يقاتلون حاليا في الجبهات؟ وما دور الحكومة والتحالف في معالجة هذا الملف؟ أسئلة نحاول إيجاد الإجابات عنها معكم من خلال حلقتنا لهذا اليوم. لكن مشاهدينا، قبل البدء باستقبال اتصالاتكم نشاهد هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي، ومن ثم نستهل الحلقة. تبدأ معاناة جرحى الجيش الوطني والمقاومة من لحظة الإصابة الأولى إلى لحظة العلاج. شهور عدة يقضونها في المعاملة للحصول على منحة علاجية من الدولة إلى إحدى دول الخارج، بعد أن عجزت المستشفيات في الداخل عن علاج إصاباتهم البالغة. ولا يكاد الجرحى يخرجون من معاناتهم الأولى حتى يدخلون في معاناة أخرى تتمثل في السفر الشاق إلى الدول التي حصلوا على منح علاجية إليها، وذلك بسبب عدم توفر مطارات في المناطق التي يقطنون فيها. وبمجرد الوصول إلى الدولة المحددة لتلقي العلاج اللازم، يتفاجؤون بمعاناة أخرى تتمثل بعدم الاهتمام من الجانب الحكومي وضعف التنسيق المسبق. أكثر من 3000 مصاب تم نقلهم إلى دول الخارج لتلقي العلاج حتى الآن، نسبة كبيرة منهم ما زالوا عالقين هناك. توزعت الدول التي تم نقل الجرحى إليها بين السعودية والإمارات ومصر والسودان والأردن وتركيا والهند. جرحى الجيش الوطني والمقاومة في السودان هم الأكثر معاناة وتعرضا للإهمال، حيث تم نقلهم إلى مستشفيات لا تختلف عن المستشفيات المتواجدة في اليمن، والتي تفتقر إلى الكوادر القادرة على علاج إصاباتهم بحسب تصريحات عدد من الجرحى. وقفات كثيرة نظمها الجرحى أمام السفارات اليمنية في الدول التي يتواجدون فيها، ومناشدات مستمرة أطلقوها على أسماع الحكومة علها تصغي إليهم لتخفيف أوجاعهم. ورغم هذه المناشدات والوقفات، لم تقم الحكومة بالدور المطلوب تجاه جرحى ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل شرعيتها. يبقى جرحى الجيش الوطني والمقاومة في الخارج عالقين بين وجعين، وجع إصابتهم ووجع إهمال حكومتهم. إذن مشاهدينا، نبدأ باستقبال اتصالاتكم. سينضم إلينا من محافظة مأرب أحد المتصلين، سيد نور الدين القيسي. سيد نور الدين، مرحبا بك. مرحبا أستاذ العزيز. أهلا سيد نور الدين. يعني اليوم نتحدث حول حالة الجرحى، جرحى الجيش والمقاومة الشعبية المتواجدين في الداخل وأيضا في الخارج. يعني ما الذي لديك لأن تطرحه حول هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك أستاذي ولكل القائمين على البرنامج الإنساني. هذا الذي تقومون به لمعالجة الملفات الإنسانية. يا أخي، ملف الجرحى، جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، واحدا من عشرات الملفات الشائكة والحساسة. ويبدو أنه يخضع لحسابات غير أخلاقية وغير إنسانية. يا أخي، هؤلاء الأبطال الشجعان الذين نقبل على رؤوسهم ونعالهم، الذين تركوا أهاليهم وراءهم بدون تأمين معيشي حتى، والتحقوا بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية تحت لواء الشرعية، خرجوا لأجل الدفاع عن الوطن والدفاع عن الجمهورية والدفاع عن كرامتنا وأمننا وسلامتنا، خرجوا لأجل مستقبلنا ومستقبل أولادنا. كيف نأخذهم لحم ونرميهم عظم؟ هؤلاء الجرحى يا أخي لم يكونوا ضحية نزاع قبلي أو كارثة طبيعية مثلا حتى يتركوا بهذا الحال المهين. يا أخي والله عيب، عيب على الحكومة وعيب حتى على الشرعية ككل وحتى على التحالف. لكن سيد نور الدين، يعني ما هي الحسابات أو الاعتبارات التي يعني تعمل بها في مسألة قضايا الجرحى من قبل الحكومة الشرعية؟ أي حسابات وأي اعتبارات؟
يا أخي أصبحت الحسابات والمشاريع الصغيرة معروفة، وهذا اللي الناس يعرفونه. المشكلة أنهم إذا دخلونا في يعملون حسابات لهذه الملفات الأخلاقية المفروض. والله يا أخي لو تسمع لحالات وتسمع قصص وأوجاع الجرحى ومعاناتهم، حالا يدمن القلب يا أخي قبل العين، وتتشعر لها الأبدان. هناك جرحى تعثرت جراحهم وبعضهم بترت أطرافهم نتيجة الإهمال الطبي والتأخير في العلاج. تخيل أن بعض الجرحى وصل بهم اليأس إلى درجة أنهم تمنوا الموت في المعركة لما يلقوا من إهمال ووعود كاذبة وفارغة. يسمعون جعجلة لكنهم لا يرون الطحين، يسمعون مجرد أرقام ووعود وبهذا كلام للحكومة. يا أخي على الأقل كان على الحكومة والشرعية أن تنظر إلى حالة هؤلاء بمنظور أخلاقي وإنساني، رغم أنه هو واجب وطني. لكن ماذا نقول وما باليد وماذا نتوقع من شرعية عايزة أن نعم. لكن سيد نور الدين، يعني أنت كما فهمت أنت تتحدث عن الجرحى. نعم سيد نور الدين، كما فهمت منك أنت تتحدث عن الجرحى الذين يعني داخل البلد ويعني لم يلاقوا فرصة العلاج حتى اللحظة. إذا ما تساءلنا عن الجرحى الذين يعني سافروا إلى الخارج، كيف هي أوضاعهم؟ يا أخي هم الجرحى في الخارج، أنا أتساءل أين اللجان المعنية في متابعة ملف الجرحى؟ لم نعد نسمع عنها سواء سواء في الداخل أو الخارج. يا أخي أصبح وضع الجرحى الذين سافروا للعلاج في الخارج أسوأ من من بقي في الداخل بدون علاج. تركتهم الحكومة في منتصف الطريق، لا هم الذين أكملوا علاجهم ولا هم الذين حتى سددوا إيجار الشقق التي يسكنها. بعضهم خرج من شقته والتجأ إلى الاعتصام في السفارات والقنصليات اليمنية، ومنهم يا أخي من افترش والتحط الأرض. شيء مخزي ومحيط في حقنا كيمنيين وحكومة وشرعية وحتى التحالف. لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة أو لا حياة لمن تنادي. نعم. طيب يعني هناك أيضا بعض الجرحى كما تتحدث الحكومة أنهم حصلوا على منح علاجية، هذه المنح على أي أساس يتم صرفها؟ يعني ما هي المعايير؟ يا أخي لا يوجد هناك معايير. هناك إذا أنت فلان ابن فلان هذا ودوا ألمانيا، وأنت فلان ودوا على مصر، وفلان لا ودوا على الأردن أو الهند، وهذا فلان هلا هنا عايشوا في القرآن في بشي حالا. ما فيش هناك معايير وطنية، ما فيش حس وطني واجب وطني وأخلاقي يا أخي. إذن أشكرك جزيلا نور الدين القيسي، كنت معنا من مأرب. نستقبل اتصال من تعز، ينضم إلينا مهيب المليكي. سيد مهيب مرحبا بك. عفوا أخي العزيز، الاتصال باسم مهيب المليكي. أولا نشكر إدارة موظفي قناة بلقيس لاهتمامها بجرحى مدينة تعز. نعم. وتخصيص برامج وتقارير لهدف نقل معاناتهم. أخي العزيز، ما شهدته مدينة تعز من 3 سنوات من الحرب التي فرضت على ابناء تعز والتي يخوضها أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالدفاع عن مدينتهم ورفع الحصار عنها وتحريرها، لا شك قد جد الكثير من إنجازات للحكومة الشرعية على الصعيد العسكري والصعيد السياسي والدولي. لكن هذه الحرب في العزيز قد خلفت العديد من الضحايا، فقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 5000 شهيد في مدينة تعز وأكثر من 20000 جريح. دعنا نتكلم أخي العزيز عن الموضوع الجرحى كونه موضوع برنامج أو موضوع نقاشنا في هذا البرنامج. جرحى مدينة تعز أصبحت اليوم هي القاتل الصاعد في داخل العديد. قد حسب الإحصائيات التي أرسلت في مدينة تعز فقد بلغ عدد الجيش الوطني 1260 معاق كليا ويحتاجون إلى غايات التغذية المتحدثة بالخارج. بعضهم اختاروا للغاية والحالي في جمال وعدم انتهاء، والبعض الآخر انتهاء متواجد في تعز لم يتحقق. يتواجد عدد 4379 معاق جزئيا، في نفس الوقت يحتاجون الى مراكز طبيه متقدمه، البعض بالخارج وبعض منها متواجده في المدينه او في مدينه عدن، لكنهم لم يتم تحريك هذا الملف. اخي العزيز، لدينا جرحى في بعض الدول بالخارج مثل مصر والهند وتركيا ممن تم تكفيرهم عبر اللجنه الطبيه قبل عام ونصف العام، والان لم يتم وضع الحلول لهم وما زالت إعاقاتهم الحركية قائمة إلى يومنا هذا. وكل واحد من هؤلاء الجرحى يعولون أسر ليست لهم عائل غيرهم. أخي العزيز، لا توجد أي جهة سواء حكومية أو خاصة تساعدهم في الترفية اليومية، وفي البعض الآخر متاجرين مساكن إيجارات
والبعض الآخر يشترون العلاجات والمستلزمات الطبية إلى هذا الحدث العزيز. أخي العزيز لا الأردن في مدينة بلد تكفلت منظمة بلا حدود بكل إفراق العلاج والغذاء والدكان بإضافة إلى 20 دينار شهريا. نعم، لكن يعني ما سبب، يعني أنت تذكر أرقام كبيرة فيما يتعلق بالجرحى في تعز تحديدا، يعني كيف يتم التعاطي مع قضية الجرحى من قبل الحكومة الشرعية، يعني خصوصا أن هناك لجنة لمتابعة حالات الجرحى، الكم كبير، لكن هل هناك بالفعل يعني يتم ترحيل وأيضا التوجيه بعلاج معظم الحالات أم ماذا؟ أخي العزيز، ما يعانيه جرحى ومصابي أبطال الجيش الوطني بمحافظة تعز من إهمال وتقصير ولا مبالاة وعدم اهتمام من قبل الحكومة الشرعية ووزارة الصحة وكونه الجهات المختصة والمسؤولة الأولى لمتابعة ملفات الجرحى. هؤلاء جرحى مدينة تعز هم ضمير الوطن ووجعنا الممتد من أقصى الوريد إلى أقصى الوريد، فلولا شجاعة وصمود هؤلاء الأبطال من الجرحى الذين قدموا أن يكون في سبيل الدفاع عن الدين والوطن والدفاع عن الشرعيه ومؤسسات الدوله، لولا تضحياتهم لما كانت الحكومه الشرعيه في المناطق والوظائف العليا بالدوله ولما كان لها ان تتربع في مركز صنع القرار. اخي العزيز، بفضل جرحى مدينه تعز وجرحى الجمهوريه اليمنيه الذين قطعت وبتلت اعضاؤهم ظل الوطن سليما ومعافى، وبفضل شجاعتهم وتضحياتهم نجا الوطن من قفي الانقلاب واطماعهم الفارسيه. اخي العزيز، في درجة في تعز 20,000 جريح من مدينة تعز ضحايا ميليشيات الانقلاب، هل سيتم سيد مهيوب العدد كبير في تعز، لكن هل هناك يعني حالات يتم علاجها او تعامل باهتمام مع القضية من قبل الجهات المختصة؟ عفوا عند السؤال، يعني العدد كبير في تعز كما هو معروف، لكن مقابل هذا العدد الكبير هل هناك تحرك من قبل الجهات الرسمية يعني إلى حد ما أم ماذا؟ أخي العزيز، أولا الجرحى الذي ذكرت لكم 20,000 ليس جرحى، ذكرت لك قبل قليل في بداية الكلام أنه يوجد 1362 معاق كليا و 4379 معاق جزئيا، بينما بقية الجرحى هم معاقين بأطراف واشياء معينه، بعضهم قد تشافى والبعض الاخر ما زال على الوضعيه. اخي العزيز، هؤلاء الجرحى في مدينه تعز ضحايا ميليشيات الانقلاب لم يتم الالتفات لهم، لم يوجد اي جهه داعمه لها. الجهات التي تكرسها الحكومه الشرعيه في مدينه تعز لا ترتقي احيانا الى مقابل سفر المركبه، مقابل سفر حاجز الطائره المقعد الى الدوله المعينه. كانت احيانا نعتمد على بعض المبادرات الشبابية، بعض المبادرات الخيرية التي تقوم على الجانب التطوعي على الجانب التبرعات ويخصص إليهم. مع الدكتور إيلان عبد الحق وكيلة المحافظة للشؤون الصحية وردت بعض المبالغ لحساب الجرحى ولحساب ملفاتهم لعدد 33 سيسافرون قريبا إن شاء الله، وبالتالي لا يوجد جهة داعمة. توجد مؤسسة لرعاية أسر الشهداء والجرحى في مدينة تعز، هذه المؤسسة هي مؤسسة خاصة. نعم، يعني بينما نفهم منك أنه في المقابل هناك إهمال كبير من الجهات المختصة والجانب الحكومي تحديدا. أشكرك جزيلا السيد مهيوب المليكي، كنت معنا من تعز. سينضم إلينا من السعودية السيد عبد الله أبو جهاد. سيد عبد الله، مرحبا بك. أهلا وسهلا فيكم. سيد عبد الله، يعني نتحدث اليوم عن موضوع الجرحى، اوضاع الجرحى في الداخل والخارج، نقصد هنا جرحى الجيش والمقاومه الشعبيه، يعني كيف تنظرون انتم لتعاطي الجهات المسؤوله مع قضيه الجرحى؟ اولا مرحبا وحياكم الله. الجرحى يعني نقاسي ونعاني من اهمال الجرحى تمام في الجيش الوطني في المستشفيات والسكن. نعم تمام، يعني مقصرين في حقوقهم. واحد اذا مثلا يعني اذا حدث لاي جريح طلق ناري تمام، نعم، يقومون ببتر الرجل مباشره، من سواء يعني يحتاج الى بتر الرجل او ما يحتاجها. هذا في الخارج تتحدث ام في مستشفيات الخارج ام الداخل؟
المستشفيات في خارج اليمن، المستشفيات اللي داخل المملكة. نعم، يعني تصل للحالة إذا كان هناك طلق ناري بدون أي يعني تقييم للحالة يتم عملية البتر مباشرة؟ يتم عملية البتر مباشرة. نعم، وهذه من أول النقاط. نعم تفضل. ثانيا، إذا تم إجراء أي عملية كبرى لأي جريح تمام في أي مستشفى يظل يوم أو يومين في الكثير ويتم خروجه إلى سكن الجرحى. نعم. فورا يعني من دون مراعاة ظروف الجريح أو يعني حالة الصحية. نعم، هذا ما يتم يعني بدون أي متابعة من الجهات المختصة، فقط يعني إجراءات يعني يتم اتخاذها ما بين المستشفى والجريح. أيوة، هذا لأنه يتم يعني يكملوا عمليته، عملية كبرى يحتاج إلى أقل شيء راح في المستشفى تحت المعاناة أقل شيء شهر، هذا يقعد يوم أو يومين ويخرجوه إلى سكن الجرحى. نعم، طيب يعني ما رأيك يعني ما هي أبرز أو سبب يعني التأخر في إيجاد آلية شاملة للتعامل مع موضوع الجرحى من قبل الحكومة الشرعية؟ الحكومة الشرعية مقصرة في الجرحى، إهمال متعمد عند وصول الجريح إلى طوارئ المستشفى، طوارئ المستشفيات إهمال متعمد، ويسبب يعني مما يسبب إلى يقعد الجريح هذا ينزف. نعم، إذا شكرا لك السيد عبد الله أبو جهاد، كنت معنا من السعودية. اتصال آخر من عبدو زيد مندوب الجرحى في المنطقة العسكرية الخامسة. سيد عبدو مرحبا بك. أهلا وسهلا وحيا الله بالجميع مشاهدينا الكرام. أهلا بك سيد عبدو، يعني اليوم نتحدث عن موضوع جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، ما الذي لديك حول الموضوع؟ الله يحييك يا أخي. جرحى المنطقة الخامسة تفضل. هم جرحى حرب وميدي خارج الأراضي اليمنية على الحدود السعودية. نعم، يجرحوه هناك في الحدود السعودية. عندما يتم الجرح جريح يصاب أحد الجنود أحد الشجعان يتم نقله إلى المستشفيات السعودية لفترة معينة ثم ينقله إلى السكن، ومن السكن يرحلوهم إلى مأرب. أنا في مأرب لا يوجد لا سكن ولا رعاية ولا شيء ولا صرفة، ويكون في إهمال تام من قبلهم. نعم، يعني يقاتلون في حدود المملكة ومع ذلك يجرحون ولا يلاقون العلاج. نعم، إنهم يقاتلون على الحدود المملكة العربية السعودية ويتلقون علاج يعتبر كعلاج أولي في المملكة العربية السعودية في المستشفيات على الحدود، ومن ثم يتم نقلهم إلى الأراضي اليمنية إلى مأرب. نعم، طيب ما موقف الجهات المسؤولة في المنطقة الخامسة حيال ما يحدث؟ والله المنطقة الخامسة أعتقد أنا إن قد وصلت إلى طريق مسدودة، سواء يكون قائد أو فرد أو يكون جريح أو أي كان. نعم، طيب يعني هذا ما يحدث وما ذكرته سيد يعني عبدو زيد، يعني كلام مهم، يعني جرحى يسقطون على حدود المملكة ومن ثم يتم إدخالهم إلى المستشفيات لمعاينات بسيطة ومن ثم إعادتهم إلى مأرب وبجراحهم، لكن يعني برأيك مثل هذا الإهمال ما الذي يعني الذي يتعرض له الجرحى، يعني مدى تأثيره على معنويات المقاتلين الذين ما زالوا مرابطين في الجبهات؟ والله أنا أعتقد أن الإهمال يؤدي إلى انهيار المعنويات 99% أو 100%. نعم، إذن أشكرك جزيلا عبدو زيد مندوب الجرحى في المنطقة العسكرية الخامسة. إذن مشاهدينا سنذهب الآن لمشاهدة مجموعة من المشاركات التي وصلتنا عبر الواتساب نستعرضها سويا. مشكلة الجرحى فهي تحمل عدة جوانب،
مهمة جدا. الجانب الأول اللي أتكلم عنه الجانب الصحي. هناك جرحى لا زالوا في اليمن يعانون من مشاكل صحية، ولا يوجد مستشفيات مؤهلة للقيام بإجراء عمليات لهم، كمن فقد أطرافه، كمن فقد بصره، وكمن فقد عضو من أعضائه. هناك مشكلة كبيرة في اليمن يعاني فيها منها الجرحى، لم يستطيعوا السفر ولم يحصلوا على تذاكر سفر أو من يتكفل بعلاجهم في الخارج. وهناك من سافر أيضا في الخارج ولم يستطع أن يكمل علاجه، فهناك من سفر جرحى في الهند تم تسفيرهم وترحيلهم. هناك جرحى خرجوا مظاهرات عدة مرات أمام القنصليات في الخارج، كالجرحى الذين خرجوا في سفارة القنصلية اليمنية في الهند، والسفارة اليمنية برضو كذلك في مصر، والسفارة اليمنية كذلك في الأردن. هناك مشاكل كبيرة لدى الجرحى يعيشونها يوميا. هناك جرحى عالقون في المطارات لم يستطيعوا العودة إلى وطنهم بسبب قلة المصاريف. هناك شكوى كثيرة قدمت إلى الحكومة، قدمت إلى رئيس الجمهورية، ولا حياة لمن تنادي. الجانب الآخر الجانب المادي الذي يعيشه الجرحى. الجرحى يعيشون جانب مادي صعب. بعض الجرحى ومعظم الجرحى يعيشون على $100 في الشهر. يعني الجريح يحتاج إلى مصاريف، إلى تغذية، إلى مواصلات، لا يستطيع أن يتحرك، قلة في الموارد، قلة في المصاريف. وكذلك وفوق ذلك الجريح متحمل أسرة، يعول أسرة، لأنه كان متكفل بمصاريف أسرة، الأسرة لا تجد من عولة حاليا. هناك مشكلة كبيرة كبيرة جدا لدى الجرحى. وفوق ذلك كله الحكومة الشرعية لا توجد لها أي آلية ولا أي خطة لتطوير هذا الملف أو للتركيز على هذا الملف والاهتمام به. هؤلاء الجرحى ضحوا بأنفسهم وناضلوا من أجل الوطن، من أجل الدفاع عن هذا الوطن. باسمي وباسم جميع الجرحى ناشد الحكومة اليمنية والشرعية بالنظر لهؤلاء الجرحى الذي خارج الوطن يعانون من شحة المصاريف وعدم الاهتمام المندوبين يلعبوا بالجرحى في الهند وفي مصر وفي الأردن، وكمان في جرحى داخل الوطن للآن لم يتم تسفيرهم. هؤلاء الجرحى ضحوا بأنفسهم لأجل الوطن، فالرجاء من الحكومة النظر بعين الاعتبار لهؤلاء الجرحى. لذلك نحن نطالب باستكمال العلاج اللازم، كما نطالب بتشكيل لجنة محايدة تشرف على جرحى المنطقة، على جرحى الجيش الوطني في جميع مناطق الشرعية. أرجو من قيادة الشرعية حل مشاكلنا والعمل على إيجاد حلول كاملة وشاملة. نحن يا أخي قدمنا أنفسنا رخيصة على الدفاع عن الجمهورية والشرعية الدستورية. إذن مشاهدينا نستكمل في استقبال الاتصالات. ينضم إلينا الآن من تعز رامز الشارحي. رامز مرحبا بك. أهلا رامز. يعني هناك اليوم نتحدث حول موضوع جرحى الجيش والمقاومة الشعبية والمعاناة التي يعني يعيشونها، يعني ما هي أبرز المعاناة وما تعليقك حول موضوع الحلقة اليوم؟ رامز هل تسمعني؟ رامز يعني أنا كنت قد سألتك، يعني أنت اتصلت للمشاركة في موضوع حلقتنا اليوم، نتحدث عن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، الجرحى من الجيش والمقاومة، يعني هناك معاناة كبيرة، ما مشاركتك حول هذا الموضوع؟ يعني على محافظة سعد. تفضل. تفضل رامز. إذن يبدو أن رامز لا يسمعني جيدا. نستقبل اتصال آخر من علاء شاهر من الهند سينضم إلينا. سيد علاء مرحبا بك. مرحبا. أهلا بك سيد علاء. يعني اليوم نتحدث عن موضوع جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مشاركتك حول الموضوع. نعم، هنا يوجد لدينا في الهند ما يقارب من 25 إلى 30 جريح، جميعهم يعانون
لدينا جرحى مكسورين الأرجل ويحتاجون إلى أطراف. ما هي أبرز معاناتهم علاء؟ معاناتهم هناك لا يوجد لا علاج، لا سكن، لا تغذية، لا شيء. إذن كيف وصلوا إلى الهند؟ في بعض الجرحى وصلوا عبر قاداتهم، يعني صرفوا لهم مبالغ شوية على أن يسافروا. نعم. وبعدين لما على أساس لما يوصلوا إلى الهند سوف يقوموا بعلاجهم، ولكن الجميع تخلى عنهم، والبعض منهم أتى على حسابه الشخصي، ولكن أنت عارف هنا في الخارج يعني غالي العلاجات وغالي السكن، تغذية زي هذه الحاجات، فيعمل معالجة، يقوم بمعالجة نفسه إلى النص، ومن ثم خلاص يعني لا يوجد لديهم مبلغ زيادة. طيب كيف تتعامل الجهات المسؤولة في الهند يعني كالسفارة وأيضا الحكومة الشرعية والتحالف مع قضية الجرحى المتواجدين في الهند؟ يا أخي هناك قدنا شدنا نحن أكثر من مرة الجهات المختصة تمام، وناستنا الشرعية بأن ينظروا إلى أخواننا الجرحى هنا في الخارج في الهند في السودان في مصر في الأردن، ولكن لا حياة لمن تنادي، كلهم تخلوا عن الجرحى. إن كان لديه وساطة يعالجوا، من ليس لديه وساطة يعني يرقد بالفراش لا أحد ينظر له. نعم، يعني معيار الوساطة هو الأساس في مسألة علاج الجرحى. نعم. طيب يعني من يتحمل المسؤولية تحديدا في مسألة جرح الجيش والمقاومة؟ هل الحكومة أم التحالف أم من؟ جميعهم الجهات المختصة الشرعية التحالف جميعهم. نعم، إذن أشكرك جزيلا على شاهر، كنت معنا من الهند. نستقبل اتصال آخر من محمد الحقب من القاهرة. سيد محمد تفضل، نتحدث اليوم حول موضوع جرحى الجيش والمقاومة الشعبية، يعني مشاركتك حول الموضوع. أهلا وسهلا أخي الكريم. تفضل. أولا أنا أشكر قناة بلقيس على تسليط الضوء على هذا الملف الحساس والمهم جدا، إن لم يكن هو أهم الملفات الإنسانية في ظل هذه الحرب التي تلقي بظلالها على اليمن وتهدد أمنه واستقراره. وكنا نعمل حقيقة أن نرى مثل هذه الملفات مطروحة على طاولة البحث في معظم القنوات الفضائية والإعلامية المرئية المسموعة والمقروءة أيضا ومواقع التواصل الاجتماعي في محاولة على الأقل لطرح هذه الإشكاليات والسعي بالتالي لإيجاد الحلول والتواصل مع أصحاب الشأن في هذا المجال. نعم أخي، هناك فعلا لدينا مئات بل والآلاف الجرحى في داخل الوطن وخارج الوطن أيضا، هناك فعلا مشكلة، وهذه المشكلة نستطيع أن نقول بأنها تتأرجح ما بين من يضعها في كفة الانتقائية والمحسوبية أو الفساد المالي والإداري، رغم توفر المصادر المالية بالمناسبة، وبالتالي يضع في مرمى الاتهام دولة رئيس الوزراء أو وزير الصحة وكذلك وزير الإدارة المحلية، وبين من يقول أنها لا تتجاوز سقف الزخم والكثافة لعدد جرحى الحرب. نعم. والمسألة يقول بأنها هي مسألة وقت وانتظار وشحة إمكانيات، ويلقي بالكرة بالتالي في ملعب دكة انتظار الجرحى أنفسهم. أنا من خلال تواصلي مع بعض الموجودين هنا في القاهرة، من ضمنهم الدكتور محمد راجح الشامي رئيس لجنة الجرحى في القاهرة وفي جبهة معرب، يقول لي أن استطاعوا أن يستقبلوا من بداية 2017 إلى الآن في القاهرة بحدود 900 جريح في القاهرة، تم ترحيل وتم علاج حوالي 700 ومتبقى بحدود 200 هكذا يقولوا، لكن أنهم في يعني بعيدا عن قولهم أنتم من خلال متابعتكم أو يعني تلمسكم لحالات الجرحى في القاهرة، ما هي الأوضاع التي يعيشونها؟ هو الذي كنت أريد أن أقوله بأن هناك فرق وبون كبير ما بين حقيقة الأمر، طالما أن أنتم فتحتم هذا المجال وهذا الملف فيجب أن تتقبلوا كل الآراء بطبيعة الحال. نحن نقول هناك فعلا توجد نوع من الانتقائية وهناك نوع من الاختيار
لا اريد ان اقول هناك نوع من العنصريه، ولكن هناك نوع من الانتقائيه فعلا، وليست في جبهه معينه. لا انا اتحدث حينما اتحدث عن جبهه مريس، على اعتبار اني انتمي جغرافيا الى هذه المنطقه، والتي تتبع بطبيعه الحال الى المنطقه الرابعه، والمنطقه الرابعه هناك بعض الحسابات السياسيه الضاله تعز عدن لهج ابين، هذه طبعا لها عده حسابات. هي فرصه محمد، سيد محمد يعني تحدث معنا كبيره جدا. نعم سيد محمد تحدث، يعني لك الحريه بالحديث بما شئت، يعني ما هي يعني الاعتبارات التي تؤخذ في مساله علاج الجرحى؟ اخي الكريم، التقينا قبل حوالي شهرين مع الاخ حمود المخلافي بالصدفه هنا في داخل القاهره، وكان من ضمن الموجودين ايضا حياه الذبحاني التي المسؤوله عن ملف الجرحى في داخل تعز. قالت بالحرف الواحد ان عدد جرحى تعز وصل الى حدود 25 الف جريح، وان هناك كانت وعود من عبد العزيز الجباري نائب رئيس الوزراء الذي امر باكثر من مليون دولار في تعز، ولكنها لم تصرف. هكذا يقول حمود المخلافي، وهكذا تقول حياه الذبحاني في القاهره عندما التقينا بهم. اخي الكريم، الجرحى هنا في داخل القاهره ساقول لك بالحرف الواحد انهم لا يمتلكون، معظمهم كلهم لا يمتلكون سوى وعود. هناك جهود طبعا وهناك وعود، انا لا لكي نضع الامور في او نسمي الاشياء بمسمياتها، فقد منحوا بعض الجرحى مبالغ، ولكنها مبالغ زهيده، يصرفوا بعض المبالغ البسيطه جدا. من ضمنها تذاكر، انا اعرف احد الجرحى من ابناء منطقتي محمد قايد طاهر الظاهري الذي اصيب في 17/1/2016، تم منحه ثنتين تذاكر وتم معالجته، والان يتم معالجته علاج طبيعي على حساب اهله وذويه. منعوا عنه الدعم بعدما كانوا صرفوا له بحدود شهرين. اخي العزيز، لا نعلم سبب هذا المنع. هناك ايضا وصل محمد عبد العزيز المريسي الذي اصيب في جبهه مريس قبل حوالي شهر، وصل وتم سفره على حساب يعني جمع هذه المبالغ والتذاكر على حساب اصحاب المقاومه انفسهم، والجهود فرديه، جهود فرديه. يعني هناك وعود، نعم يقولوا سجلوا لنا هذه المبالغ التي يتم صرفها، ولكن نحن لا نعلم هل سوف يتم بعد عوده هذا الشخص. طيب والشخص المصاب او الشخص الجريح الذي لا يمتلك هذه المبالغ والكبرى، خاصه في ظل هذا الانهيار للريال اليمني امام سعر الدولار، كذلك حتى هنا في القاهره. ايضا سيد محمد، يعني الجميع يتحدث عن الوعود المقدمه من الجهات المسؤوله، ويعني تحديدا الحكومه الشرعيه، انه سيتم علاج الجرحى، سيتم تقديم مبالغ. يعني الى اليوم ثلاث سنوات، وكل يعني في كل يوم يسقط عشرات الجرحى. يعني ما السبب في تاخر يعني ايجاد اليه للقيام بعلاج الجرحى حتى اللحظه برايك؟ كما أشرت لك أخي العزيز أن هذا السؤال يجب أن يتوجه لدولة رئيس الوزراء، وكذلك وزير الإدارة المحلية ووزير الصحة نفسه شخصيا. لماذا لا توجد آلية؟ نعم هذا السؤال هو حلقة الوصل ونقطة الاستفهام الكبرى، لماذا لا توجد آلية؟ نحن نعرف سيد محمد، نعرف أن الإجابة هي يستوجب أن تكون منهم، وقد قدمت لهم كثيرا، لكن يعني أنتم كمهتمين أو متابعين لقضايا الجرحى، يعني بتقييمك للحالة بشكل عام، يعني ثلاث سنوات ولا توجد آلية، ما المشكلة برأيك؟ هناك المشكلة تتأرجح زي ما قلت ما بين الفساد المالي والإداري. أقولها وضوحا أن هناك، نعم هناك بعض الفساد المالي والإداري في هذه اللجان، لا أخص بذكر لجنة مارب وحدها دون بقية اللجان، هناك فساد مالي وإداري في كل جهات ولجان علاج الجرحى في معظم المحافظات، وكذلك هناك أيضا زخم، وهناك كثافة كبرى لعدد الجرحى، هناك حالات مستعجلة كما يقولوا يتم ترحيلها بسرعة، وهناك حالات على دكة الانتظار على مدار ثلاث سنوات. هذا سوف يؤدي أخي الكريم إلى تأثير على نفسية زملائهم في بقية المقاومة في بقية الجبهات. أنا حينما أذهب إلى جبهات القتال وأنا لست متأكدا من أنني سوف يتم علاجي على حساب المقاومة، فبالتالي أنا سوف أنهار نفسيا ولن أذهب إلى جبهات القتال. بل أصبحوا متأكدين أنهم لم يلاقوا أي يعني
اهتمام إذا لا سمح الله يعني تعرض أحدهم للإصابة وهم بالعشرات يوميا، وبالتالي هذا سوف يؤخر من عملية الحاسم، نقولها وضوحا، هذا سوف يؤدي إلى عدم القتال باستماتة، القتال الوطني، هذا سوف يؤدي، خصوصا أن معظم المقاتلين لديهم مسؤوليات أخي الكريم، معظمهم لديهم مسؤوليات وارتباطات وأسر وبحاجة إلى لقمة العيش. وضحت فكرتك، وضحت فكرتك سيد محمد الحقب، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا سنذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود لاستقبال بقية الاتصالات. أهلا بكم مشاهدينا مجددا، نعود لاستقبال اتصالاتكم حول موضوع حلقة الليلة من برنامج المنصة. نتحدث اليوم عن معاناة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. إذن متصل سينضم إلينا الآن من الهند علي الطاهري، مندوب الجرحى في الهند. مرحبا بك سيد علي. الله يجزيك، مرحبا بك أخي. أهلا بك سيد علي، نتحدث اليوم عن جرحى الجيش والمقاومة والمعاناة التي يمرون بها. يعني سيد علي، لو يعني تحدثنا حول يعني رأيك في هذا الموضوع. والله أخي بالنسبة للجرحى اللي تم استقبالهم في اللجنة اللي تم استكمالها فيما يخص مأرب، والآن فيما يخص تعز، فيما يخص اللجان او الجرحى اللي وصلوا بشكل تنظيمي حسب المؤسسات، اتوقع ان امورهم مشيت على احسن وجه، لكن من على اساس كون حنطرحها كامانه فيما يخص الجرحى ومعاناتهم، نعم، في تبقى مشاكل ان في ناس ما يدفعوا ملفاتهم للجنه اللي يتم اعتمادها، في جرحى ما يتبعوش مثلا اللجنه اللي تبع مارب، جرحى من البيضاء، جرحى من صنعاء، الامانه، عمران، ما يحق لهم يدخلوا في الملف حق مارب، الحين معنا ملف تعز ما يحق للمرضى اللي ما يخضعوش بالنسبه للتعز. يعني لجميع الجرحى، لجميع الجرحى في الهند، ما هي الاليه المتبعه في استقبالهم وعلاجهم؟ الاليه تمت على سياسه اللجان اللي موجوده مثلا في مارب، معها لجنه انزلت لجنه من مارب، فتم استقبالهم وتم اعطائهم صوره واضحه عن طبيعه المستشفيات، واختار لهم مستشفيات معينه وخدمتهم فيما يخص خدمات خاصه بالجرحى. هذه اللجان يعني تتابع مساله علاجهم وايضا جميع الاجراءات مع المستشفيات ام ماذا؟ نعم نعم نعم، بالنسبه للمأرب نزل اللجنه اللي نزلت من مأرب، يعني ما فيش ولا اي نسبه 1% حتى، كلهم استكملوا علاجهم على اكمل وجه وكلهم سافروا. الان حقة تعز بدأت على 25 واحد، الكل تمام، يعني ما فيش اشكاليه. يعني مساله اللجنه الخاصه بمأرب تماما، تم علاج جميع الجرحى في الهند. بالنسبه لبقيه اللجان، نعم، اللجان بدأت الان حق تعز، نعم، على نفس الآلية ويتم علاجهم. بس يعني بالنسبة لأوضاع الجرحى، سواء من حيث السكن، من حيث النفقات، من حيث نفقات العلاج أيضا، يعني كلها مكفولة ولا توجد أي إشكاليات فيما يخص الجرحى في الهند؟ لا لا لا، في حق ما يخص تعز النفقات قليلة جدا، نكون كواضحين، حق المأرب كانت مفتوحة، يعني كان يعطى المأرب كل ما يحتاجه المريض من سكن، من علاج، من فحوصات، طرفه، على احسن وجه. في ربما شحه المال في الجانب اللجنه حق تعز، كون المرضى تم اعتماد لهم $100 سكن، 250 صرفه. الجرحى بيشتكوا شويه على في الشهر. في الشهر، نعم. نعم. يضطر انه يدز سرير واحد يعني. لكن ما السبب للامتيازات ما بين لجنه ولجنه، محافظه ومحافظه؟ والله يا اخي هذه السياسه خاصه بسياسه الداخل، ما تدخلناش فيها، واتوقع ما فيش معلومات دقيقه عن هذا الشيء. لكن اكثر معاناه الجريح اللي يعاني الجرحى هم عده انواع، العلاج الطبيعي، نعم، المعاقين المشلولين، لان المعاق المشلول
يعزك الله يبول على الفراش، يتبرز، يشتي حفاضات. نعم. اللجنة ما تعتمد له هذا الشيء، عرفت؟ يعني وصل إلى يعني وصل على نفقتهم، وحين وصل الهند لم يعتمدوا له جميع النفقات التي تذكرها. لا لا يا أخي، حالة المريض اللي هو مشلول معناه يعني يتطلب نفقة أكبر، ولكن النفقة المقدمة كما ذكرت $100 لا أكثر. أيوة ما بتكفيش، عرفت؟ ما تكفيش أصلا، يعني نفقاته أصلا الشخصية لحالها لو ما تغير له بس حق الجرائات الشخصية التنظيف. نعم. ما بس $200 $200 اللي هي حفاضات. وضحت فكرتك، لكن يعني هنا نقطة أخرى، جميع الجرحى الواصلين إلى الهند يعني منتدبين أو آتين من قبل لجان الحكومة الشرعية، أم أن هناك جرحى يعني جاءوا على نفقتهم الخاصة أو على نفقة منظمات؟ كيف هو الوضع؟ لا كثير جدا، في ناس ربما 50% على حسابهم الخاص، ربما 50% على اللجان اللي هي كمحافظات مأرب وتعز أو تبع أبو العباس وتبع الإمارات. في حصلت إشكالية معنا في حق الإمارات أنها اعتمدت جزء معين وبعدها فلتتهم في الطريق. كيف؟ فالآن عاد حاب نحاول نعتمدهم في تعز. يعني كيف فلتتهم بالطريق؟ نتمنى توضيح أكثر. يعني ما استكملتش علاجهم. وصلتهم إلى الهند وتركت. أحيانا مشكلة الجرحى أنها كلها عظام وعصب، العظام والعصب أحيانا يحتاج عمليتين إلى ثلاث عمليات. نعم. وهذا اللجنة بتعتمد لعملية واحدة، ويضطر أنه ينتظر العملية الثانية شهرين ثلاثة أشهر، ما يسافر المريض، يقول لك أنا بنتظر أقل على أساس يفعل العملية الثانية. تمام. الإمارات ما عاد يعتمد لهمش العمليات الأخرى، اعتمدت لهم العمليات الأولية فقط. نعم. طيب بالنسبة للواصلين على نفقتهم الشخصية، كم هي تقدر أعدادهم، ولماذا يعني وصلوا على نفقاتهم الشخصية طالما هم جرحى في صفوف الجيش والمقاومة؟ والله فيما يخص قلت لك بدأت في موضوع حق تعز، طلعوا حدود 25. الأخوة في تعز اللجنة صراحة يشكروا على يعني أنهم تموا في الموضوع واعتمدوهم كامل، يعني حصرناهم كامل اللي موجودين. لقينا في شكل اليوم تبع الإمارات عاد إحنا رفعنا لهم كشف خاص بهم كيف يجدوا حل لهم. فيما يخص تعز حصرنا كل اللي من تعز في الهند، طلعوا قرابة 25-26 تم اعتمادهم. هؤلاء من أتوا على نفقتهم الشخصية ومن أتوا من قبل اللجنة؟ نعم اعتمدتهم الآن اللجنة، لكن اعتمدتهم من الآن صاعدا هم. نعم. الآن بيطالبوا بيقولوا يعني، لكن في البداية هم وصلوا على نفقاتهم الشخصية وربما وفعلوا عملية عمليتين ثلاث عمليات على حسابهم، اللهم اعتمدنا لهم العمليات اللي عادوا محتاجينها فقط. نعم. إذن أشكرك جزيلا على كل هذا الإيضاح علي الطاهري، مندوب الجرحى في الهند. إذن مشاهدينا نستعرض الآن سويا مجموعة من التعليقات التي طرحت على موضوع الحلقة في الفيسبوك، نستعرضها سويا. إذن مشاهدينا كانت هذه آخر فقرات حلقة الليلة من برنامج المنصة، نشكركم على هذا التفاعل الطيب وهذه المتابعة، وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة زميل عمر النهمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.